الدراجات النارية مو دائما ممكن تكون وسيلة تنقل، أحيانا تكون جزء من هواية لها روادها وعشاقها، وطبعا عالم واسع جدا من الكماليات والإكسسوارات. اليوم حنحاول نتوسع أكثر في هذا الموضوع ونعرف بالتحديد ميزانية عشاق الدراجات الشهرية على هذه الهواية مع ضيفنا فيصل خالد. أهلا وسهلا فيصل، منورنا. نورك، الله يسعدك. أهم شيء كيف الصرفيات على الدراجات النارية؟ والله هي على حسب الاستخدام. طب من متى بدأت تحب الدبابات وتتعامل معها؟ والله شوف، يعني أنا كانت هواية هي من قبل، يعني عشق من الأب، يعني الأب اللي الله يرحمه. آمين يا رب. فعشان كذا هذا اللي كمان يعني أنا كنت أحب الدبابات، أشوفها من الصغر، بس يعني من المتوسط بدأت أخش فيها. حلو، وكبرت معك الهواية وهذا الحب والعشق والشغف. طيب إيش الفرق بين أول دباب اقتنيته والدباب الموجود عندنا هنا بالاستوديو؟ ما شاء الله كبير. تبارك الله، فرق كبير. لا، في دباب ثاني كمان. عندي 3 دبابات. طيب إيش الفرق بينهم؟ والله فرق من الصفر إلينا ترى أنا ما أعرف ولا شيء عن الدبابات، يعني طبعا يعني أنا بدأت بدباب يعني زي ما يقولوا على قد الحال، يعني اللي يمشي الحال. زي ايش؟ اللي هو كان يسموه البطة. اسمه البطة. أيه. عجيب، يعني كان سعره 1000 ريال تقريبا. هذا الحين قيمته في الشركة ما يقارب 49,000. قيمة سيارة؟ اي قيمة سيارة. في 60,000، على حسب. أنا أقول لك في موديلات وفي أنواع، يعني في زي في عندك 600 750، 1000 RR. طب ايش دباب 70 اسمع عنه؟ دباب 70 هذا قديم. القديم صح؟ ايوه القديم الاحمر. ما عندك هذا الدباب؟ الا بس زمان يعني كان، بس الحين خلاص، الحين الحمد لله يعني قدرت اوصل للي انا ابغاه. يعني انا امنيتي يعني كان هذا اني اطلعه، الحمد لله. طب ايش يعني المميزات بين الدباب القديم وهذا الدباب الموجود؟ يعني اشرح لنا اكثر عنه. طبعا فرق شاسع يعني بينه وبين هذاك. اول شيء انه يعني ما يتعدى السرعه اللي هي زي ما تقولي هنا، يمديكي ما شاء الله يعني يمكن يعدي سيارة على حسب الدباب. كم حصان؟ هذه المعلومة الوحيدة اللي عرفها. في دباب 300 حصان، في 400، وفي يمديكي كمان تعدل زي انا معدل عليه وبرمجة كذا، فاهم؟ يمديكي تعدل على الدباب تخليه 400 حصان 600 حصان. هو اوريدي يعني بيروح مع السيارة، واوقات سيارة يعني في الخط ما تجيبه. يعني الدباب معروف لانه في الهواء يشق، مو زي السيارة. السيارة مساحتها أكبر، فالدباب يشق الأرض، يشق الهواء. إيه، فعشان كذا يختلف من دباب لدباب ومن تعديل لتعديل. في ناس يعدلوا يعني تعديل بسيط، زي أنت لما تيجي تزيني سيارتك تزيني تزيين بسيط، صح؟ في ناس عندها إمكانية إنه يضبط الدباب بالشيء اللي هو يبغاه. عالم التعديلات والاكسسوارات خصوصا في السيارات والدراجات النارية عالم كبير جدا وواسع جداً. فخلينا نتكلم عنه اكثر، واشرح لي ايضا انواع التعديلات اللي ممكن تصير والتعديلات اللي انت مسويها. يعني في تعديلات وبرمجة على الدباب، زي في ناس يقدر بس برمجة باك فاير اللي هو وانت ماشي في الخط كمان يطلع نار. وفي ناس يقدروا يعدلوا على الاحصنة، يعني يزود قوة المحرك. في ناس تزيين بس، يعني زي عندك الفيابر هذا لونه كان أبيض خليناه أسود وأحمر، كان لونه أبيض. ففي ناس على حسب، في ناس هوايتها تجميلي، في ناس لا، تعديلي وتجميلي. أنا زي كذا، تجميلي تعديلي، يعني إكسسوارات وبرمجة عشان الدباب يكون شكله وصوت وسرعة. يعني بتدلع الدباب لازم. ما شاء الله، أنا عامل أشياء زي زي امي، فانا اغلى شيء عندي زي كذا، عامل كل شيء. اي اوكي، حبيت التشبيه. طب هذه يعني تغييرات وتضبيطات اكيد يعني مكلفه جدا، فنبغى نعرف كم بتصرف شهريا على الدبابات؟ والله شهريا ما بين 900 ل 1000 2000، على حسب، على حسب الاستخدام. يعني زي عندك شهريا لازم اغير زيت وفلتر، او على حسب الممشى. انا ما شاء الله طبعا ممشايه كثير، يعني كل 3 أسابيع 4 أسابيع اغير زيت وفلتر، فهذا يكلفك يعني 450 مع شغل اليد. هل بتستغنى عن السياره يعني خلاص معاك؟ والله الصراحه انا يعني بتستغنى عن السياره. انا مجرد ما اني اوقف السياره على طول على الدباب، يعني ما اقدر استغني عنه.
حتى لدرجة العيال يقولوا لي فيصل أنت مجنون، الظهر الساعة 1 الناس يخرج بالدباب حر حر، شمس بس قاحل. أنا كذا خلاص أنا اتعودت يعني أشوف إنه عادي. بسوي مشاويرك إيه بالدباب مشاوير عادي يعني، مو ماخذها بس طلعت أبو هواية. مكة، طلعت أبو الدرة، يعني أطلع أبو مشاوير عادية، يعني أنا أشوف إنه كأنه سيارة، أنا عامله معاملة سيارة ترى. طب الكماليات، هل عندنا هنا أماكن مخصصة في بيع كماليات الدراجات في النارية ولا عندي، كلها أونلاين؟ لا في اونلاين، وفي شوفي في للامانه يعني الاشياء اللي نادره تحصليها في مواقع شو اسمه الطلبيات هذه اللي زي رود بايكر يعني علي تقدر اكسبرس تطلبها أونلاين اطلبها يعني. اونلاين، وزي في اشياء اخذها من الشركه يعني اللي هي استهلاكيه، مثلا الاقمشه حق الفرامل، المساكات، الفيابر حق هذا اروح اطلبها من الوكاله، اوقات هم يجيبوها يطلبوها طلبيه، فاشياء في الوكاله وفي اشياء تطلبيها من برا، وفي ناس متخصصين يعني يوردوها فيبيعها عن طريق انستغرام، يعني مثلا يجيبها من برا ويبيع يعني حر، يعني عمل حر فاهمه عشان كذا. حلو ما شاء الله تبارك الله. طيب حطنا في الصورة، ايش اخر هبة او ترند في مجال الدبابات شفتها او سمعت عنها؟ زي كيف يعني؟ يعني الالوان، التعديلات اللي صاروا الحين وهذه الفترة كل الشباب يسووا نفسها، يعني تكون ترند عند كل الشباب، منتشرة بشكل كبير عندهم اللي هو منتشر يعني في مجال الدبابات التعديلات والدبابات. اللي هو انه يعني يعدل على الدباب، او انه يبرمج على الدباب يعني يخليه من مثلا ما اقول صفر يعني من 7 ل 10، يعني يكون الدباب مو سيء هو يعني يكون مره قوي، فهو يعني يخلي الدباب اسرع من السرعه اللي قبل سرعته اي العادية. والشكل اللي قبل، او انه يعدل على الدباب يخلي لونه مثلا ملفت، هذا الشيء اللي الحين نازل انه يخلي الدباب لونه ملفت. يعني طب ايش اهم انواع الدبابات اللي بنعرف عنها، وايش اكثر ايضا الانواع اللي عليها اقبال من الشباب؟ هي الريس اللي هو السباق. ايه ايوه يسمى ريس عندنا، ايوه نسميه الريس، وفي ناس تمتلك هوندا وفي ناس سوزوكي على حسب العشق، زي انت يعني مثلا تحبي مازدا هذا يحب مرسيدس زي كذا، في انواع في الدبابات مو نوع واحد. والبنات طيب ايش يحبوا في الدبابات؟ والله في بنات يحبوا بس انا اشوف انه صعب عليهم، يعني هي بالسياره يلا لا تجمل. لا 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 دقيقة بس، حنزعل على بعض. لا ما نزعل، انا اقول انا لا صدمتني لا بنت، صدمتني بنت بالدباب طيحتني وكتفت انعدم ايوه بس مو كل البنات، وما ممكن كانت نقول منتبهه، انه هذا انا صرت اي. اخاف من البنات اكثر من الشباب، يعني انا اقول لا الصدق لا ما يعني. شاء الله تبارك الله، بنجيب معانا بنات ماخذين بطولات في الدراجات بطولات ممكن في النارية. المطبخ. لا لا حنزعل من بعض كذا أبدا لا أبدا، الحقيقة ماخذين بطولات في السباقات سيارات ودراجات، وما شاء الله تبارك الله معروفين ومنتشرين في السوشيال ميديا. ممكن 3 بنات بس. لا مو ثلاث. والله لا معلش. والله يعني تبي الصراحة أنا عانيت بالسيارة والدباب لا والدراجة، لا لا يعني صدقني أنا معلش يمكن مع ما كل احترامي للأسف أنتوا للأسف حدكم إنه ما البيت. تحضرني الأسماء حاليا، ولكن بس نروح الفاصل بطلع لك كل الأسماء من جوجل، كلها موجودة في جوجل، ممكن تسوي سيرش وتبحث عن هذه الأسماء وأهم البطولات شكل واحد للبنات منهم انت. السعوديات. أنا لا أسوق ولا لا أسوق سيارة ولا أسوق دراجة، أنا خوافة شوي، بس لا في هو بنات ترى ما شاء الله للمعلومية تبارك الله. بعدين أوريك فيديوهات لبنات نشوف. يسوقوا سيارات ودراجات، بس خليني أعرف هل أنت عندكم كذا، أنتوا تلعبوا دراجات النارية أحس عندكم أجواء معينة، عندكم مجتمع معين، أكيد أصحاب، وجروبات. أماكن، جروبات إيه بالضبط؟ احنا كل شهر نسوي تجمعات في ساحات حلبات، اللي هو ناس ترفع، ناس تفحط، ناس تستعرض، في كبار سن كمان يجوا يستعرضوا بدبابات الهارلي والجولدات، دباب جولد كبير يعني، يعني كل وفي أماكن مخصصة في لكم أماكن مخصصة للاستعراض؟ وكمان مصرح لها عشان كمان ما نزعج الناس، لأنها بصراحة هي مزعجة، هذا الأهم طبعا فإحنا عشان نستخدمها سلامة بالشكل الناس. الصحيح والشكل السليم، وأهم شيء السيفتي السلامة السلامة. أكيد. طب هل ممكن تتطور هذه الهواية عندك ونلاقيك إن شاء الله مستقبلا تشارك في بطولات؟ إن شاء الله البنات سبقوك يا فيصل، أنا هتزعل. أقدر لهم، حروح لهم بالدباب. إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله تتحسن سواقتهم والله.
يعني انا نفسي انه برضو ما ياخذوا يعني رخص انا الا قلت اغير الموضوع، فلا ندخل في زعلان، نقاشات ما مشكلة لها نهاية زعلان صدقني زعلان. فيصل. انت لو تسوقي دباب والله حتزعلي. ليش حزعل؟ تدري انه الدباب يسبب وفاة؟ ايوه طبعا خطير جدا. اخطر هو موت بنفسه الصراحة يعني، بس بالشكل الصحيح عشان اي امي تتابعني دحين، لانه امي قاعدة تقول لي بيعه وانا ما ودي ابيعه الصراحة. طبعا لازم تكون يعني لازم تتبع السلامة وتلبس الجاكيت والهملت والجلوفز وتتبع إرشادات السلامة، والبنات ماشيين على هذا الشيء وما شاء الله تبارك الله طب اذا بنت سواقتهم أفضل من الشباب. ما تلتزم بالسلامة، يعني تمشي بس كده على الله. لا ملتزمين إن شاء الله إنهم كلهم ملتزمين وما نبي نزعل أحد عليك ايه اليوم خلاص، صح؟ لا لا البنات خلاص احسن ناس. يعطيك ألف الله عافية يعافيك. فيصل، نتمنى لك كل التوفيق. شكرا بالعافية. لك. مشاهدينا مكملين معاكم، وبعد الفاصل الفن خارج الصندوق وتجارب جريئة لا تخلو من النقد.